أعلنت المؤسسة العربية للاتصالات الفضائية عربسات أنها أبلغت الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بنتائج تحقيقات أجراها 7 من المتخصصين المستقلين في مجال اتصالات الأقمار الصناعية بهدف الوقوف على مزاعم استخدام الكيان المسمى بأوتكيو لترددات داخل الشبكة لنشر بث مقرصن، حيث أثبتت الاختبارات أن ترددات عربسات لا تستخدم حاليا ولم تستخدم في السابق من قبل هذا الكيان في بث مباريات كأس العالم 2018.